إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، متابعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، غتشوفوا معايا في هذا المقطع هذا الإصلاح اللي كتشملوا هذا الطريق الرابطة ما بين الرباط وعين عودة. كما كتشوفوا معنا الإخوان، هذا الطريق الإخوان كما قلت لكم كانت كرفسة شوية، الحمد لله الآن راه كتم التوسيعة ديالها، غتولي طريق مزدوج جاي تقريبا. الإخوان راه هو كان الطريق كانت توسع ديالها حتى لجامعة المنزه، من الجامعة ديال المنزه حتى العين عودة كانت غير طريق وحدة، وكان الطريق مكرفسة شوية. والآن الإخوان الحمد لله راه هي كاينة الأشغال، بادية الأشغال في التوسعة ديال هاد المحور الطرقي. الطريق الإخوان اللي كديكم العين عودة والناس اللي بغا يخرجوا في اتجاه ديال الرماني والبراشوة، منطقة ديال زعير. وكما كتشوفوا الإخوان، أنا دابا جاي من اتجاه ديال العين عودة في اتجاه ديال الرباط. ملي غنقطعوا هاد الواد هذا، هما راه كيصيب واحد القنطرة هنا باش يوسعوا هاد الواد هذا، وغادي نطلعوا ان شاء الله نشدوا الطريق اتجاه جامعة المنزه. قبل ما نوصل الاخوان لجامعة المنزه، كنلقاو طريق السيار، طريق السيار في اتجاه ديال الدار البيضاء، اولا الناس اللي بغاو يمشيو في اتجاه ديال قنيطرة، طنجة، فاس، مكناس. قبل ما نوصلوا لجامعة المنزه كنلقاو الطريق تما. التوسعة ديال الطريق الاخوان بالضبط وصل حتى طريق السيار، من طريق السيار حتى العين عودة كما كتشوفوا معنا الإخوان، بادية فيها الأشغال، اللهم الناس خدامين فيها باش يوسعوها حتى توصل لعين عودة. العين عودة إن شاء الله غتكون عندها واحد المستقبل كبير، لأنه فيها الساكنة، بادي فيها العمران، لأنه ملي كتكون الساكنة كثيرة وبالحكم ديالها قريبة للرباط وقريبة لتمارة، قريبة كذلك طريق السيار وبعيدة شوية على البحر، يعني الناس اللي يبغيو الجو يكون الجو نقي والجو صافي، عندها شوية الجو ماشي بحال الجو، يعني بعيد شوية على الرطوبة ديال البحر. الناس اللي كيحبوا البلايص اللي كيكونوا شوية جافين، المناخ ديالهم يعني الجو ديالهم صافي زوين، الناس بزاف الناس اللي غادي اتجاه اتجاه ديال عين عودة. ان شاء الله راه دابا مستقبلا تولي داخله المجال الحضاري. فرجة ممتعة، وتحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. هنا الاخوان على اليسار كاين واحد القصر ديال الامارات العربية المتحدة، عندهم واحد القصر هنايا كما كنشوفوا العلم الوطني ديالهم كان هنا على اليسار. ونكملوا الطلعه ديالنا الاخوان، وتشوفوا معنا الاشغال وتشوفوا معنا فين وصلت الطريق. تحيه لكم جميعا اينما كنتم، وخليكم على المقطع حتى النهايه، فرجه ممتعه.
كما كتشوفوا معايا الاخوه المشاهدين، القنطره هذه هي ديال طريق السيار، هذه قنطره ديال طريق السيار في اتجاه ديال الدار البيضاء كما قلت لكم، ولا في اتجاه ديال القنيطره، يعني جميع الاتجاهات هذه. هذا هو المدار اللي كاين هنا قدامنا باش نمشيو لطريق السيار. ومن هنا الاخوان بدات التوسعه، من هنا من طريق السيار هذا المدار، هذا هنا بدات التوسعه ديال الطريق ان شاء الله، اللي غتكون طريق مزدوج رائع ان شاء الله في اتجاه ديال العنعوده. ومن هنا الاخوان اتجاه ديال جماعه المنزه، وكذلك الناس اللي بغا يمشيو في اتجاه ديال سيدي يحيى ديال زعير اتجاه ديال تامسنا، هذا المدار اللي كاين في الطريق ديالنا قدامنا، هذا الرومبا هادي غيدورو على اليسار وجدوا الطريق في اتجاه ديال سيدي يحيى، والناس اللي غيرجعوا حتى كذلك حتى الاتجاه ديال تماره. كما كتشوفوا معنا الاخوان شفتوا الطريق هنايا راه مصلوحه مزيانه، طريق مزدوج رائع جدا كما تشوفوا معنا بحال هذا، اللي غيكون في اتجاه ديال العنعوده. تحيه لكم جميعا والى فيديو قادم ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.